في نهاية كل سنة جامعية بعض الكليات بيكون ليها كده طلبات خاصة من شبابنا، وهو البحث عن أفكار مبتكرة لمشروعات التخرج القابلة للتنفيذ. والتنفيذ هنا مش بس إنك تعرض فكرة على الأساتذة والدكاترة، لا، إنك بتطرح الفكرة، تحط ليها آليات تنفيذ، تنزل الشارع تحققها بنفسك عشان المشروع ده رسالته تقدر إن هي توصل للناس. ده هي بس أنتوا يمكن الجميل فكرة مشروعات التخرج في سنة رابعة تحديدا كلية إعلام، إن أنت تلاقي طلبة في كلية إعلام وعندهم دور توعوي ودور اللي هم حس اللي هم يقدروا يشاركوا في قضية مجتمعية بتؤرق، مش هقول بس مصر، لكن بتؤرق العالم ككل. الواحد بيحس إن في أمل، في حاجة حلوة، إحنا أمام جيل ناضج، جيل واعي. احنا معانا يعني مجموعه من الشباب في كليه اعلام جامعه القاهره، قدروا اللي هم ياسسوا حمله كونها. الحمله دي هدفها توعيه الناس بتاثير التغيرات المناخيه على المراه. ايه حكايه المشروع وايه الهدف منه وليه المراه هي المتاثر الاكبر بالتغيرات المناخيه؟ ده اللي احنا هنعرفه من اعضاء المشروع. حنين اشرف الطالبه بكليه الاعلام جامعه القاهره، صباح الخير يا حنين. صباح النور. ومعانا كمان روان علاء الطالبه بكليه الاعلام جامعه القاهره شعبه انجليزي. انتوا الاثنين بالظبط، مظبوط، نص الدنيا. يعني احنا معانا دلوقتي اثنين، بما ان كان معانا اغنيه انغام نص الدنيا. احكوا لي عن فكره كونها، يعني اول حاجه الاسم جه منين، الفكره جت منين، هل انتوا كلكم بنات بس في المشروع بتاعكم؟ يعني كليه اعلام هو دي السمه يعني والطبع بتاعها، إحنا للاسف احنا مغلوب على امرنا فيها. هو فعلا احنا بنات بس، يعني عشان كده دايما لما بنقول فكره المشروع بتاعنا اول سؤال هو انتوا الجروب بتاعكم بنات بس، فيعني احنا بنات. الاسم الحمله كونها جاي من كون المراه وكيانها، كون المراه الارض وكيانها حياتها وكل جوانب حياتها. انا لما هحافظ على الارض اللي هي عايشه عليها فبالتالي انا هحافظ على كيانها. فبنقول ان هما وجهان لعمله واحده. الفكره بتاعتنا جت ازاي؟ جت بالتزامن مع رئاسه مصر لمؤتمر قمه المناخ كوب 27، والاهتمام الهيئات المصريه بالقضيه دي، قضيه المناخ والجنس معا، واطلاق مبادرات كتيره جدا بخصوص الموضوع ده. مصر دلوقتي ليها رؤيه 2030 واهتمام بالاتجاه نحو الاخضر وحاجات كلها نعملها صديقه للبيئه، فحبينا ان احنا نربط الحاجات دي كلها بموضوع ما حدش اتكلم عنه قبل كده، وهو ان التغيرات المناخيه ليها تاثير على المراه. وده اللي الابحاث اللي نشرتها الامم المتحده قالته، ان هي بتاثر على المراه اكتر من الرجل. فحبينا ان احنا نتكلم على الموضوع ده ونعرف وعي الناس واصل يعني الى اي مدى في القضيه دي. روان، عاوز اعرف منك بقى ليه المراه هي المتاثر الاكبر بقضيه تغير المناخ من خلال الريسيرش اللي انتوا عملتوه وفكره اللي انتوا قررتوا؟ يعني قولوا لي، اكيد كان في كذا فكره، بما ان انا عارف مشروعات التخرج بتبقى ماشيه ازاي، فاكيد في كذا فكره بتطرحوها الاول على الترابيزه وانتوا قاعدين وبتعملوا زي بوتين كده وتختاروا. ليه اخترتوا الموضوع ده تحديدا؟ هل دور مجتمعي منكم تجاه المجتمع وبتثبتوا لنفسكم من البدايه لا احنا بما اننا اعلام فاحنا لازم نكون قادرين على تغيير قضيه ما واللي احنا نوعي الناس بيها، ولا الحكايه جت منين؟ ترند مثلا هو المناخ فنركبه، ولا مشيت الموضوع ازاي معاكم؟ هو اوريدي موضوع المناخ هو كان ترند في الفتره اللي احنا اخترنا فيها المشروع، لان ده زي ما زميلتي حنين قالت ان ده كان اوريدي الفتره اللي مصر بتستضيف فيها مؤتمر المناخ. احنا كنا حابين ان احنا ناخد الموضوع من منظور مختلف، ان خلاص الناس كلها هتبدا تتكلم على تاثير التغير المناخي عامه بقى على الزراعه، على الناس بشكل عام. صحيح. بس زي ما هي قالت برضو ناس كتير ما كانتش شايفة المنظور بتاع هو ازاي بيأثر على المرأة. حبينا برضو ان طب ليه اصلا اخترنا تغير المناخ، لان مع رئاسة مصر لكوب 27 وكمان الاس دي جيز او اهداف التنمية المستدامة، كل ده هو ترند عالمي، حبينا ان احنا ناخد منه منظور مختلف. طيب الابحاث اصلا قالت ان تغير المناخ بيأثر على المرأة اكتر من الرجل، ازاي؟ ده بيبقى ليه اسباب صحية واسباب كمان اجتماعية. مثلا الامم المتحده قالت انه 80% من الناس اللي بتضطر تهاجر بسبب تغير المناخ بيبقوا ستات، بسبب كمان بعض العادات والتقاليد في القرى والمحافظات، بتبقى شايفه انه يعني الاضرار بتاعه تغير المناخ على المراه هنا بيحد من الحركه بتاعه المراه عامه، فبالتالي هي بتبقى المتاثر الاكبر. كمان ده بيأثر عليها، بيبقى الموضوع بيوصل ليه
مشاكل اجتماعية زي الزواج المبكر، الولادة المبكرة، ان الستات بتسيب المدارس، البنات بتسيب المدارس، وكمان ممكن الموضوع يوصل لعنف جسدي مثلا لما الستات بيهاجروا وهكذا. فكل ده كان موجود في الابحاث اللي احنا عملناها قبل ما نبدا المشروع بتاعنا. يعني مش عايزه اتطرق اكتر للحته دي لانه ممكن تبقى ليها ابحاث مفصله اكتر، يعني لسه مش قادره استوعب برضو اسباب التغير المناخي في هجره المراه بالاخص، يعني ممكن هجره الاسره بشكل عام لكن المراه بالاخص هي اللي بتضطر ان هي تهاجر بسبب التغير المناخي. ممكن نبقى محتاجين حلقات اكتر نتكلم فيها، لكن خلينا نتكلم بالذات عن الزواج المبكر، يمكن دي نقطه انت تطرقتي ليها وهروح لك يا حنين في الحته دي. يعني ازاي ليه سبب كبير في التاثر المراه او بيخلي المراه تبقى او ده سبب يعني من التغيرات المناخيه ان هي تتزوج بدري؟ احكي لي اكتر عن الموضوع ده. طيب هو اول حاجه لما بيحصل ارتفاع في درجات الحراره بيحصل جفاف، فده بيأثر على الارض الزراعيه. فبالتالي انا مثلا بابايا لو عنده ارض زراعيه وباظت بسبب الجفاف والحيوانات اللي موجوده في الارض دي اتضرت علشان ارتفاع درجات الحراره والجفاف، فبالتالي اول حاجه انا هفكر فيها ان انا هخلي بنتي تسيب التعليم علشان تساعدني وعلشان نعرف ان احنا نجمع الاكل والشرب للاسره، لان الارض الزراعيه اللي انا بجيب منها الموارد دي اتأثرت علشان الجفاف وعشان ارتفاع درجات الحراره. فبالتالي انا لما اخلي بنتي تسيب التعليم مش هيكون عندها خبره، مش هتكون عارفه تشتغل ايه، مش هتكون معاها فلوس، هتبقى عبء عليا. فاول حاجه افكر فيها الزواج المبكر ليها. صح. فهي حاجات بتوصل لحاجات. حتى احنا لما بنتكلم في الاول عن ان الزواج المبكر من تاثيرات التغيرات المناخيه على المراه، اللي هو طب ازاي الزواج المبكر بيأثر يعني. فهي فعلا حاجه بتوصل لحاجه، بتوصل ان الست ممكن تسيب تعليمها وتتجوز بدري نتيجه للتغيرات المناخيه. انا عاجبني قوي اللباقه في الكلام وامام اعلاميات يعني قادمات وابو قوه، فاحنا يعني انا وبسنت نحترس او نخاف. لا ليه بالعكس يعني انتوا كل التوفيق ليكم طبعا يعني. طيب عاوز اعرف منك روان، يمكن علشان تعملوا مشروع تخرج بعد ما بتتفقوا على الفكره فيما بينكم بتعرضوها على الدكتور المشرف على الرساله او المشرف على مشروع التخرج تحديدا، اقنعتوه ازاي بالفكره؟ مين بقى المشرف على هذه الفكره تحديدا من اساتذه كليه الاعلام جامعه القاهره، وازاي ساعدكم فيها؟ لان اغلب الطلبه للاسف انا حضرت ده اثناء ما كنت بحاضر في احدى الجامعات، كله بيلجا لفكره الديكومنتري اسرع وخلاص، يعني احنا عملنا مشروع وانتهى، وللاسف في عمل بتبقى حلوه جدا لكن خلاص هو احنا بنصرف فيها فلوس كتير قوي عشان نعرضه وتخرجنا والسلام عليكم وخلصنا. فقولي لي التفاصيل بقى بتاعه البروسيس او ازاي قدرتوا ان انتوا تقنعوا الدكتور بالفكره نفسها. اوكي، هو احنا ما عملناش دوكيومنتري عشان احنا عندنا في انجلش سكشن بنختار مشروع التخرج بتاعنا بيبقى في ايه. يا اما بنختار ان هو يبقى في صحافه او في اذاعه وتلفزيون وساعتها ده بيبقى دوكيومنتري وفيتشر، او ان هو بيبقى في مجال الماركتنج فساعتها ده بيبقى سوشيال كامبين اويرنس كامبين. فعشان كده اخترنا ماركتنج. احنا 16 ماركتنج. فكره المشروع احنا كنا حابين زي ما قلت لحضرتك انه ده كان الترند وقتها، كنا حابين ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بالاس دي جيز، حاجه عامه مختلفه. فعشان كده الموضوع كان جه سهل ان احنا نقنع دكتور حياه بدر، هي مدرس بقسم العلاقات العامه والاعلان في الكليه عندنا، فكان الموضوع سهل جدا وهي كانت مرحبه جدا بالفكره لان هي شافت انه لا الجمهور بتاعنا هيبقى كبير وفعلا هنأثر في الناس، ان هو مش مجرد حمله توعويه بنعملها عشان يبقى اسمنا احنا خلاص بنعمل مشروع تخرج وهناخد درجات وخلاص، بل انه فعلا عشان نسيب تاثير عند الناس ويبقى فعلا الناس. هو ده دوركم. بالظبط. ده دورنا كاعلاميين يعني. بالظبط. انتوا عملتوا ايه بقى للناس؟ يعني التوعيه كانت عامله ازاي؟ شفتوا الناس عندها وعي كفايه ولا لا؟ اكيد هيبقى مش قوي بسبب انه موضوع التغيرات المناخيه بشكل عام هو موضوع جديد لسه، يعني ابتدينا في الاعلام نهتم بيه خلينا نقول السنتين اللي فاتوا نتكلم عنه اكتر. مصر مهتمه جدا طبعا، كان في كوب 27 اللي كان العالم كله مهتم بيه ومصر بشكل خاص بسبب انعقاده في شرم الشيخ. فالتوعيه كانت عامله ازاي؟ ولما اتكلمتوا مع الناس هل في قابليه للتعلم؟ احكوا لي اكتر. هو قبل ما نبدا الحمله احنا عملنا استبيان علشان نعرف يعني الوعي وصل الى اي مدى، علشان على الاساس ده نبدا ان احنا نحضر الكونتنت اللي احنا هننزله والستبس اللي احنا هنمشي عليها محتوى الخطوات ده. غير كمان ان الناس اللي كانت عندها وعي بالتغيرات المناخيه ما كانتش عارفه ان ده ليه تاثير على المراه.
صحيح. فبدأنا ان احنا نركز ان احنا اول حاجة هنعملها هي كونها واعية، ودي اهداف كونها على غرار اهداف التنمية المستدامة، كونها واعية، كونها مدبرة، كونها قدوة، كونها سليمة، الى كونها متأقلمة. اول مرحلة احنا بنعملها كونها واعية ان احنا بنوعي المرأة بتأثير التغيرات المناخية عليها، فحبينا ان احنا ننزل حاجات على ارض الواقع، وكان اهم ايفنت عملناه ايفنت في الكلية كونها اون جراوند، يعني ده كان المسمى بتاع الايفنت. نزلنا الكلية واتكلمنا مع الطلبة وشرحنا لهم اكتر عن الموضوع، واهتمينا اكتر ان الايفنت الحاجات اللي احنا عاملينها فيه تكون ليها علاقة بالموضوع بتاعنا. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا جبنا اطارات السيارات وعملنا منها زي ديكور الناس تقعد عليه وتتصور، المرايه زي عملنا زينه ليها بالاسطوانات، فكره الريسايكلينج او اعاده التدوير. فالناس بعد ما كانت بتتصور ايه ده، هي الحاجات دي كلها معمول لها اعاده تدوير، فبدات الناس تركز ان اعاده التدوير ده حاجه مهمه، ده غير كمان ان هو بيعمل شكل كويس، يعني احنا بنوصل لهم الموضوع بكذا فكره. صحيح. بدأنا ان احنا نسألهم اسئله ونعمل معاهم العاب، اسئله بخصوص التغيرات المناخيه، طيب هل انتم مثلا عارفين ان ده بيأثر على الست اكتر ولا الراجل ان هم يسحبوا ورق؟ فحبينا ان احنا نسألهم اسئله، نلعب معاهم العاب بشكل لذيذ، وفي نفس الوقت نوصل لهم المعلومات اللي احنا حابين نوصلها. ده غير كمان ان في الايفنت اهتمينا ان احنا يبقى في تبرع من الناس، يعني مثلا ان هم يتبرعوا بلبسهم. اللبس ده لو انا مش هعرف ان انا اتبرع بيه لحد او مش هعرف اعمل بيه حاجه، لا انا ممكن اتبرع بيه لمؤسسه بتعيد تدويره تاني، بحيث ان انا ما ارميش اللبس ده. ده غير كمان احنا جمعنا ازايز بلاستيك، وكنا بندي فاوتشر لاي حد ان هو يدينا مثلا 5 ازايز بلاستيك، والازايز دي كلها بدل ما نرميها في ان احنا نرميها ونضر البيئه بيها، لا احنا بنوديها لمؤسسات بتعمل اعاده تدوير ليها. فكل الحاجات اللي كانت موجوده في الايفنت كانت كنا توعوية يعني. بالظبط، ان احنا بنعمل توعيه ليهم بطرق مختلفه، سواء بكلامنا او بالحاجات اللي احنا عاملينها خلال الايفنت. يعني انا عاجبني فكره اللي انتوا توصلوا الرساله بتاعتكم، يعني بحكم ان انتوا قريبين للجيل الحالي او من الجيل الحالي، فتوصلوا الفكره بنفس طريقه التفكير بتاعتكم. بالظبط. العاب، فكره مشاركات قد تبدو ان هي بسيطه لكن بتحمل مضمون عظيم، طبعا بيساعد الدوله بشكل كبير. لكن عاوز اعرف انتوا دور كبير قوي بتعملوه بمنتهى الصراحة يعني، وفي نفس الوقت هل تواصلتوا مثلا مع المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي، عشان خاطر يعني هي من المهتمين طبعا، وأعتقد لو عرفت الموضوع بتاعكم هتحتضنكم بشكل يعني أبدي، فقدرتوا ان انتوا توصلوا بده؟ دوركم في الجمعيات الخيرية كمان كان فيها أنشطة خيرية، قدرتوا ان انتوا توصلوا من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية، ولا الموضوع مش ازاي معكم؟ هو احنا اوريدي خدنا رعايات، اولها المجلس القومي للمراه، اخذنا رعايه شرفيه من المجلس القومي للمراه للمشروع بتاعنا، بالاضافه كمان ان احنا معانا 3 وزارات برضو رعايه شرفيه، منهم وزاره البيئه ووزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه لان هم دايما بيدعموا المبادرات الشبابيه، وكمان وزاره التضامن الاجتماعي. فده بالنسبه لجانب الرعايه الشرفيه، بالاضافه كمان لهيئات ومؤسسات خاصه كانوا حابين جدا الفكره بتاعتنا وبداوا ان هم يدعمونا. بالنسبه للجانب الخيري، فزي ما حنين قالت احنا بدانا ان احنا نوعي الناس. طب انتوا دلوقتي مش بس الموضوع كلام بيتقال او انه التغيرات المناخيه والمراه وكلام على السوشيال ميديا، احنا كنا حابين ننزل على ارض الواقع انه يا جماعه طيب دلوقتي مثلا صناعه الملابس بتعمل اميشنز او انبعاثات كتيره جدا، فعايزين ان احنا نقلل ده من خلال ان انا دلوقتي بدل ما اللبس اللي عندي مثلا يتركن في الدولاب اتبرع بيه لحد يستفاد بيه، بدل ما نجيب لبس جديد او ان احنا نعيد تدوير اللبس ده. فكل ده كان من خلال جمعيات خيريه تعاوننا معاها وخدنا منها رعايه عشان نبدا ان احنا نوصل ده من خلال يعني الانشطه اللي احنا بنعملها. صحيح. سريعا جدا في اقل من دقيقه، ايه قصه ارض سلمى؟ ارض سلمى حبينا كمان ان احنا نوصل الفكره بتاعتنا للناس، قصه الناس ممكن تقراها او ممكن تسمعها. الست سلمى ست جوزها وولادها موجودين حواليها، عندها ارض زراعيه وحيوانات، فبدانا ان احنا واحده واحده نوصل تاثيرات التغيرات المناخيه من خلال القصه دي، ان الارض لما اتدمرت والحيوانات اللي موجوده لما اتدمرت بسبب التغيرات المناخيه دي، فبالتالي الاسره بدا ان في منها الزواج المبكر وان جوزها هاجر وان هما ان هي بقت عايشه لوحدها. فبدانا ان احنا نتكلم عن تاثيرات التغيرات المناخيه من خلال القصه دي ونوضحها، سواء ان ولادها سابوا التعليم او ان حصل زواج مبكر ليهم او ان بقى في هجره علشان
التغيرات المناخيه اثرت على المكان اللي انا عايشه فيه، فكنا بنوصل الحاجه اللي احنا عايزين نقولها للناس بكذا طريقه يعني، منها قصه ارض سالم. يعني في الحقيقه دور كبير، وانا للمره الثانيه فخور بوجودكم معنا في صباح الخير يا مصر، لان بدايه حقيقيه لاعلام قوي. يعني اكيد هتكونوا مؤثرين بمجرد ما يعني تشاركوا في المجال الاعلامي او العمل الاعلامي. وسريعا كده عاوز اعرف كل واحده فيكم مقرره ان هي تشتغلي بعد ما تتخلص. انا نفسي اكون مذيعه. نفسك تكوني مذيعه. انت لبقه جدا في كلامك وكلامك مرتب وعارفه توصلي المعلومه بشكل حلو، فبنتمنى لك التوفيق. شكرا. وانت يا روان؟ قريت نشره اخبار. انت عارفه فوق في كنترول قالوا لي صوتك حلو. يعني احنا امام مذيعتين من الطراز. قالوا لي على صوتك هايل، فحبيت بس. ما فكرتوش ان انتوا تشاركوا في برنامج الدوم او يعني من البرامج الخاصه بالشرق المتحده يعني، وبتفتح فرص قدام الناس؟ لا فكرت، بس دايما حاسه ان انا مش جاهزه. يعني انا اخذت تدريبات واتدربت في ماسبيرو. كانوا بيأهلوكوا كمان اثناء فتره الاختبارات؟ وضربت في ماسبيرو، فحاسه ان انا لا يعني بشتغل على نفسي اكتر، كورسات تدريبات لحد ما ابقى حاسه ان انا قادره على الخطوه دي. انتوا قادرين خدي ثقة انت قادرة. لا والله فعلا ربنا يخليك. شكرا جدا ليك. حلو جدا، بدليل ان انتم معانا النهارده. بنشكركم على مجهودكم ده، وبليز كملوا زي ما انتم، وخليكم كده عندكم دايما افكار ابتكاريه وساعدوا بيها الناس وفهموا الناس يمكن مخاطر حاجات يمكن ما كناش احنا نفسنا عارفينها. اخطار التغيرات المناخيه على يمكن المراه بشكل خاص. عرفونا روان وحنين ايه هي المشاكل دي. كل الشكر ليكم. حنين اشرف طالبه بكليه اعلام جامعه القاهره، وروان علاء الطالبه بكليه اعلام جامعه القاهره، على وجودكم معانا. بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جدا ليكم. شكرا حنين وروان، وبالتوفيق في حياتكم العمليه باذن الله بعد التخرج.